مشاهدينا الأحبة وحلقة جديدة من حلقات برنامج الناس في رمضان. تحتل العصائر والمشروبات الرمضانية مكانة خاصة ومميزة من خلال شهر رمضان، خاصة على موائد اليومية. فبعد يوم صيام طويل وشديد الحرارة يعاني الصائم من العطش، ولذلك يقبل عليها الجميع وقت الإفطار. وعلى الرغم من اختلاف العصائر والمشروبات من مكان إلى آخر، فإن المشروبات الرمضانية بالموصل مميزة. تابعونا. والتمر الهندي أبرز هذه المشروبات، حيث يقبل الموصليون عليها في شهر رمضان المبارك. فبالرغم من وجود الكثير من أنواع العصائر الأخرى على غرار عصير البرتقال وعصير الليمون وعصير الرمان والكوكتيل، حيث اشتهرت العديد من المحلات بشربة الزبيب والتمر الهندي كمحل عبد رشيد وشربة الأخلاص وغيرها. وقد درجت العادة أن يتم وضع هذه العصائر داخل كيس بلاستيك. خلونا نشوف حركة المواطنين الموصليين اليوم وإحنا بمحلات الشربة والعصير. خليكم ويانا. كريم عليكم، شلونك حجي؟ الله يسلمك علينا وعليكم وعلى أمة محمد إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية جميعا. اللهم آمين اللهم آمين. حجي اليوم احنا بأول أيام شهر رمضان المبارك، ودا أشوفك دا تاخذ شربة زبيب. ليش المواطنين الموصليين يحرصون على أنه شربة الزبيب لازم يكون موجود على سفرة الأفطار؟ والله هاي يعني من البداية عادة متبعة عندنا أنه هذا شربة الزبيب، البرتقال، باقي كل الشرابات هي مطلوبة، لأن الصائم تقريبا يصوم 16 ساعة فيحتاج إلى ماء يعوض، فيعوض هذه الأشياء بهذه المواد. يعني هذا كلامك أنه شربة الزبيب ما يخلي الشخص يعطش بسرعة؟ أكيد أكيد. هو ما هو هم دهلي يعني بالنسبة، أكو ناس عندها سكر ما تشرب هذا أو السكر يمشي، لكن باقي الأغلبية السحقة تريده لأن تريد تروي عطشها، وفترة 16 ساعة صيام يحتاج لسكريات، يحتاج لكذا الجسم حتى يعوض قسم من ال. ليش اليوم شربة الزبيب ودعما بالسنوات السابقة أيضا يعني بشهر رمضان المبارك كثير على شربة الزبيب من قبل الموصليين، لها مكانة كبيرة في؟ أكيد أكيد، لأن هذا هو شهر مميز، هذا الشهر هو مميز بالإداء. الشهر هو شهر رمضان واحد اثنى، فهذا الشهر تعرفين يبدأ 16 ساعة صيام أو 17 ساعة صيام، فيحتاج له إيش؟ يحتاج له شيء يروي الجسم، لأن هذا الجسم راح يفقد كثير من المواد، يعني خلي نقول المياه من الجسم، فيحتاج لهذا حتى يعوض عنده الجسم. بما أنه إحنا نمر بظروف صعبة من كورونا إلى أزمة صرف الرواتب، وإلى كثير يعني أكو ناس تعبانة، أكو ناس يعني ما عندها عمل، فهذه كلها ظروف تأثر على نفسية الإنسان. واليوم شنو توجه كلام لناسنا وأهلنا بالموصل أنه على مود نرفع معنوياتهم أيضا، ويعيشون شهر رمضان بطريقة حلوة، بطريقة بسيطة، بطريقة طبيعية، أنه ويمارسون هذه الطقوس الرمضانية الحلوة؟ والله بالحقيقة يعني قبل فترة بادروا على فتح الحصار اللي موجود على المحافظة من المواد وغيرها، فهذه انطت فتح حافز بالمواطن أن يتحرك. حلو. مع العلم أنه المحافظة تمر بضيقة مالية شديدة، لكن فتحوها انطوا فسحة للخضار، للمواد الأولية، للبقوليات، كلها نزلت هاي المواد. الباحة اليوم
ايوه عن امر من يمه يقول انسد الطريق. طيب هذا من سداد هذا الطريق تعرفين خلال ساعات اجت فرق السوق على المواطن، واحنا ما نقول للدوله. يعني تقصد اثر على الحركه التجاريه داخل الاسواق الموصل؟ اكيد نقول للدوله انتم دوله ما ممكن انه يجي بايع اليوم ينفتح الطريق مباشر، هو المواد موجوده عنده، شنو نفرقها؟ في خلال هاي الساعات تفرق المواد اضعاف، ترى ما يصير يجي. احنا نقول خلاص يجون رقابه، الساعه بطلنا ماكو رقابه تجاريه تنزل على زين حجي. اكيد احنا مع المواطنين بكل الاحوال وبكل الظروف، واحنا نشجع الناس على انه هذا الشهر رمضان 30 يوم نحاول انه مع كل الظروف الصعبه مع كل التحديات انه نتحدى هذه الظروف ونكون ايد واحده، والزنقين يساعد الفقير والفقير. يعني بالنهاية هو شهر الخير والبركة. زين حجي بالنسبة لعصير الزبيب وعصائر الثانية احنا تكلمنا عنها، نحكي على الحلويات، شنو أنواع الحلويات اللي يرغبوا لها أهالينا وناسنا بمدينتنا الجميلة مدينة الموصل خصوصا في هذا الشهر الكريم الفضيل؟ حلويات هي البقلاوة والزلابية، الزلابية هاي موجودة على السفرة موجود. أما اللي الله مكنه هاي نحشي احنا على الناس البسطاء، اما اللي الله مكنه يجيب كل شيء من الحلويات ويحطه ببيته. هذه اكو فارق مع الاسف. احنا العراقيين كلتنا انت جبتيها هذا شهر طاعه وغفران ومسامحه وشهر فضيل والناس دا تساعد، اكو ناس خيرين دا تساعد الناس، ماكو ما نقول لك ماكو ناس هاي وناس جوا وناس جوا. صحيح. طيب شو نقول لي التجار اللي بعض منهم اكيد كثيرين من التجار، احنا بنحكي على القله القليله منهم اللي قاعدين يرفعون اسعار هذه المواد، يستغلون الناس بهذا الشهر لان هي شهر رمضان، شهر الحركه التجاريه تكون بها عاليه، فشن يعني شو نقول لهم انه يساعدون الناس انه ما يرفعون الاسعار، فشنو خلال حضرتك يعني؟ راح اقول لك شيء واحد، ان يتقون الله هذا شيء لابد منه. مباشر ايش قد ما طال بيك العمر ترى راح تطلع صفر اليدين، تروح على القبر ويمشي وياك مالك ويمشي وياك ولدك ويمشي وياك عملك ويدفنوك، يرجع مالك يرجع عملك يرجع ولدك ويبقى عملك وياك. فش عملي؟ سويت زين خير ان تلقى، وان سويت ما زين شر ان تلقى. نرجع لموضوعنا حجي، احنا حاليا بشهر رمضان المبارك، طبعا الشربات والحلويات وكل الاشياء الحلوه المميزه احنا دائما نشتريها بشهر رمضان، فاليوم العائله شنو اكثر شيء طلباتها بهذا الشهر؟ يعني بس من مستلزمات البيتيه خلينا نقول. يعني حضرتك انت هاي الشغلات واضحه، احنا ما يعني هذه اذا تحكي لك تلتزم مبالغه فيها يصير مبالغه. حضرتك شنو اللي اخذته؟ هاني شوفي انا اخذت طرشي اخذت طرشي واخذت هذا كدواء لي. الف عافيه. صحه وعافيه حجي. اكو شغلات حتى البسيط يقدر يوجدها ببيته، لكن مو مع الفارق. اكيد احنا مع كل هذه الطبقات، وشكرا جزيلا لك، ومره ثانيه رمضان كريم عليك وعلى كل مشاهدينا ومتابعينا ومتابعين برنامج الناس في رمضان. شكرا حجي. شكرا للموصليه وشكرا لكم وشكرا لكل من يساهم في بث مثل هيك مواضيع تفيد الناس. اتشرف بك حجي.
رمضان كريم علينا وعليك. علينا وعليكم ان شاء الله بخير، ان شاء الله بالصحة. الله يعافيك. حجي ده اشوف اقبال كبير من الناس من المواطنين موصلين اليوم على شراء شربة الزبيب. ليش المواطنين موصلين اليوم يحصلون على شراء شربة الزبيب خصوصا في شهر رمضان المبارك؟ والله اقبال عليه احسن يقول لك من المشروبات الغازية، بضرة وهذا اضبط احسن وصحي نفس الوقت. عاد الاقبال يصير اليوم، يعني اليوم شربة الزبيب الى مكانه مميزه في قلوب الموصليين، فالشراء على الزبيب يكون الطلب كلش هوايه. فشنو السبب هاي يعني انه اعتبرنا شربة الزبيب الى مكانه كبيره في عند الموصليين؟ والله هاي من قبل يعني هم يرغبون هذا الشربت ومضبوط وصحي نفس الوقت، يقول احسن من المشروبات الغازيه مضره. ويسوي هذا بالاخص البيبسي هشاشه بالعظام، ليش هذا هم مفيد وهم احسن يعني ما شاء الله اقبال عليها حيل. رمضان وقبل رمضان ما شاء الله العالم. صحيح. شلون تشوف الاجواء رمضان هذه السنه؟ هل تختلف اجواء رمضان اليوم بهذه السنه في مدينه الموصل عن بقيه السنوات السابقه؟ لا ما شاء الله الشهر هذا حيل حيل زين. يعني هذا رمضان يختلف عن رمضان السنه اللي فات؟ اكو اختلاف؟ لا لا يختلف ما شاء الله، يعني شويه صار حركه افضل احسن ضبطت ما شاء الله التكاكيك، وقبل كان شويه بعد ما هالقد هسه اضبط شويه. بعد هم الموصلين يحرصون على يعني شلون اقول لك الاجواء الرمضانيه، الطقوس، العادات، التقاليد، بعدهم ملتزمين بهذه العادات وهاي التقاليد اللي احنا كبرنا على هذه العادات، كل سنه يعني احنا متمسكين بهذه العادات والتقاليد، هالسنه هم ماتين بعدهم الموصلين. العادات والتقاليد بعد مثل قبل يعني يقرب مثل العيد العالم يسوي كليشه، تحضر كليشه مثلا الجيران، ناس تعطي الناس مثلا الفطور، ناس يعني هاي التقاليد مال الموصل. حجي شلون تشوف الحركه التجاريه اليوم في اسواق الموصل؟ اكو حركه تجاريه قويه؟ لو السوق شبه الحركه التجاريه، التسوق، الناس يطلعون يتسوقون ملابس، مواد غذائيه، احتياجات، مستلزمات البيت. والله هي زينه الساعه شويه احسن من باقي كم يوم، شويه غالي شيء شويه صعب يعني نزل. اكو نزول شويه صعب. ارتفاع بالاسعار؟ اي نزل الساعه شويه افريقيا، والله شويه المواد نزلت الحمد لله. هاي صار يوم شنو فطوركم حج اليوم؟ والله تم نمره. تم نمره؟ اي والله. زين دا اشوفك جيت للمحل تاخذ عصير. والله عصير عصائر داخل. يعني شنو اللي راح تاخذ اليوم للبيت؟ والله عصير زبيب. الزبيب بس الزبيب؟ اي والله زبيب. ابني وصيتهم بالشغل من يرجع عم يشتري من هناك. اسواق ثانيه يعني تسوقها في بطريقك لو بس تاخذ لا والله سوقت يعني من هناك من يمنا من الزنجيلي عاد بس اخذ عصير. زين شنو المحلات المحلات العصير والشربت اللي لها شهره كبيره بالموصل؟ نعم. يعني مثلا الاخلاص وطاها، اكو بعد محلات ثانيه لها شهره حققت شهره نعم كبيره نعم بالموصل؟ عندهم يمكن فرع هم اعتقد جراج شمال مناطق الزهور، يعني عندهم يعني شنو برايك الشخصي؟ برايك الشخصي ليش اكو يعني ذوق مختلف للناس؟ يعني اكو ناس تقول لك لا اريد زبيب مثلا شربة الزبيب من هذا المحل بس مو من ذاك المحل، يعني الاسماء المحلات مختلفه والذوق يختلف يعني من عائله لعائله من كذا الى كذا، فشو السبب من هذا الشيء؟ هلا مو هو مجربي هذا المحل ما شاء الله ماخذين منه يعني مجربين مجرب مضبوط شغلهم نظيف مضبوط زين عاد العالم ما شاء الله يجون من الخارج من الداخل كل ياخذون منه زين يعني نقدر نقول اليوم نقدر نقول طريقتهم طريقه متمسكين بطريقه تحضير شربه الزبيب طريقه معينه والها نكهتها الخاصه ونظافه يعني ترتيب ما شاء الله يجون عليها الخارج الداخل يجون كل مكان ما شاء الله ان شاء الله مجرب يعني شو نقول للناس اللي جاي يسمعونا ويتابعونا احنا في شهر رمضان من مدينه الموصل من هذه المحله من قدام هذا شربت شو نقول للناس اللي جاي يتابعونا اليوم مع احنا نمر بظروف صعبه على العراق وعلى العالم باكمله من فيروس كورونا الى ازمه صرف الرواتب احنا نقول شو نقول لهم للناس؟ والله نقول رمضان علينا وعليكم ان شاء الله يمر بالخير وبالامان ان شاء الله وبالصحه ان شاء الله اللهم امين.
على أمة محمد إن شاء الله. الله أكبر. شكرا جزيلا. إن شاء الله أريد الأمن والأمان. إيش أريد؟ العالم تعيش عيشة. أمو شكرا جزيلا لك مرة ثانية. رمضان كريم عليك وعلينا وعلى كل مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة شاشة الموصلية القضائية. أشهر المشروبات التي تزين الموائد الموصلية في شهر رمضان المبارك، حيث يكثر تناوله بجانب كونه المشروب الأكثر إقبالاً حتى خلال الأيام العادية وخاصة فصل الصيف، فهو مشروب غني بالعناصر الغذائية المهمة، كما أنه يتميز بطعمه اللذيذ ومذاقه الرائع، إذ يلقى إقبالاً كبيراً من جميع الفئات العمرية كباراً وصغاراً، كما ومن الممكن إضافة العديد من المكونات إلى الزبيب ليكون ذو قيمة غذائية أكبر، ويتم تحضير الحلويات مع شربة الزبيب مما يجعل الحلويات أكثر لذة وحلاوة. ومن أشهر المحلات المعروفة محل شربة زبيب طاها، وليتعرف على أسرار صناعته وتاريخه من خلال الفقرة التالية، تابعونا. حالياً انتقلنا إلى محل شربة طه الشهير، وألتقي بصاحب محل شربة طه الشهير. رمضان كريم عليك. عينا عليكم إن شاء الله على الموصل أجمعين. اللهم آمين. شنو هي تحضيراتكم لشهر رمضان الفضيل؟ والله شهر رمضان شهر الخير وشهر المحبة وعلم صيام وتقبل على الشربة ومشروعنا الموصل بالشربة طريقة عمل الشربة، فكل تحضيرات مقبلة عدة أيام. زين. يعني بما ان احنا حاليا باول ايام شهر رمضان المبارك، فعليكم زخم وازدحامات كلش هوايه، شلون تتعاملون مع هذا الزخم الكبير؟ يعني والله نحن يعني متعودين ان احنا خبره من تقريبا 1960. يعني شلون تقدرون تسيطرون على هذه الازدحامات الكبيره؟ ما يعني طريقه عمل تصير ليل مع نهار. فعندكم تحضيرات معينه، طريقه معينه، يعني يمكن يعني كادر زيتوا الكادر، شو الاجراءات الجديده اللي سويتوها على مود تقدرون تسيطرون على هذا، على هاي الازدحامات وهذا الزخم الكبير من المواطنين الموصليين لشراء الزخم؟ طبعا شيء اكيد، يعني هاي شرائط خبره، يعني تكثر كادر مكثر عمال وصلت على الوضعيه ان شاء الله. يعني زيت الكادر؟ طبعا شيء اكيد. نعم اكيد. زين شلون تبدي تحضيراتكم؟ يعني صباحا الساعه ايش قد يعني تكون الصبح تحضيراتكم على مود انه يكون كل الاشياء مثلا عصائر وهاي تكون جاهزه لمثلا اي احد يجي مثلا ياخذ يوصل كذا اوردر، فيكون العصائر جاهزه، فالساعه ايش تكونون؟ والله هي يعني تكون اول ايام يكون الاقبال كثير على الشرب، فنكون لازم نحن ما يتقل النهار بالمحل. زين شوي خلينا نتحدث على تمر، شربة تمر الهندي، لأن احنا تحدثنا هواي على شربة الزبيب، فناخذ شربة تمر الهندي ونحكي عنه شوية، شلون تتم صناعته في محلات شربة طه الشهير، المراحل، الطرق، ويعني الوصفة مالتكم إلى طرق وتحضير هذا الشربة طبعا الصحي تمر الهندي. شوي طبعا تمر الهندي يكون عندنا طبيعي 100%، خالي من الأصباغ، خالي من كل شيء، مجرد تمر هند نقعه في يعني نقعه براميل خاصه له. زين نقعه لمده نهار كامل، جاء ثاني يوم نصفي ونخلي نسبه من السكر قليله فقط بس. تحطون يعني اكو بيها مثلا مواد حافظه شيء زي كذا؟ لا لا نهائيا ما هو اي مواد حافظه، شربه طبيعي. شربه طبيعي. زين شنو فوائد شربه تمر الهندي خاصه هنا في شهر رمضان؟ فاكيد هذا اكو انواع من العصائر مثلا الزبيب والهندي وعصائر ثانيه الليمون، مثلا اكو عندهم ارتفاع بالضغط، اكو عندهم هبوط، اكو ناس مرضى، فشلون احكي لنا على هذا؟ شربه تمر الهندي بيها عده فوائد، اول فوائد يعني نزل الضغط، يبيه من نسبة حامض كثيرة، وبيعد الفوائد. أكيد. طبعاً إحنا اليوم بشهر رمضان الحركة التجارية أكيد هي أكو اختلاف من الحركة التجارية، شنو رأيك اليوم بما أنه أنت صاحب محل ومنطقة حركة
مشهوره بالحركه التجاريه والاعمال، شلون نشوف الحركه التجاريه اليوم في مدينه الموصل ويعني عموما بالمحافظه شلون؟ والله ما شاء الله الحركه التجاريه كلش كلش زينه، اقبال المواطنين على العالم ما بس على الشربت على القصاب على الطرش على كل شيء الحمد لله زينه. زين شنو اكثر شيء المواطنين الموصليين يجون يطلبوا شربه الزبيب لو التمر هني لو اكو عصائر ثانيه؟ لا شيء اكيد شيء اكيد شربه الزبيب، نحن الموصل مشهورين بشربه الزبيب. زين ليش يعتبروها لها مكانه كبيره في قلوب الموصليين شربه الزبيب؟ يعني لازم تكون موجوده لازم على لازم تكون على المائده، لازم ماده اساسيه من المائده، اذا ماكو شربه الزبيب ماكو افطار. زين شنو اللي يميز اليوم محل شربه طه الشهير عن بقيه المحلات الثانيه؟ والله اللي يميزها اولا الماء المفلتر، نحن ما نشتغل ماء مفلتر. ماء مفلتر نعم. ماء مفلتر نعم. تستخدمون بصناعه الشربت نعم. العصائر اللي عندكم. حلو، خطوه جريئه وخطوه نسبة جيده. نعم ونسبه الطبيعه عندنا يعني شربت شذيب طبيعي، يعني ما مثل باقي الشربت باقي المحلات كلها شربت طبيعي. يعني طبيعي 100%؟ طبيعي 100%. زين اليوم وأنا دا أشوف هذه الزخم الكبير، طبعاً أكو عوائل متضررة، أكو عوائل تعبانة فقيرة، تعرف يعني إحنا مرينا بظروف صعبة ككل يعني. نعم. من أزمة صرف الرواتب إلى أزمة فيروس كورونا وإلى هواية مشاكل إحنا متعرضين لها، لكن أنتم في بعض المرات في بعض الأحيان هم يجون ناس مثلاً فقراء كذا، تساعدوهم تطوهم بدون فلوس بدون مقابل؟ لازم أي شيء أكيد، يعني توزعون أكياس؟ لازم لازم هذا الشيء اكيد، هذا يعني عمل نحن متبعه من سنين يعني ما اهلي ومتباعها، عندنا كثير عوائل نوزع لهم وعندنا صدقات يعني ما بس مجرد شربت، عندنا سلاف غذائيه نوزع لهم. زين شلون نشوف اقبال المواطنين بهذا الشهر الفضيل المبارك شهر رمضان بالتسوق بصوره عامه مو بس مثلا عصائر يعني بالسوق يعني لا لا يعني هش ما شاء الله رمضان كثير احسن من رمضان الفات، اقبال العالم كلش كلش مزدحم اشوفهم معنا في الكاميرا. برايك الشخصي نكهه رمضان والطقوس الرمضانيه اللي انا وانت كل الناس متابعينا ومشاهدينا احنا متعودين على طقوس معينه على اجواء رمضانيه حلوه، هل هذه الاجواء ونكهه رمضان اختفت؟ والله تقريبا رغم هاي الظروف فيروس كورونا والحظر تجوال وعدم تجمع العالم يعني شويه غيرت معي الطقوس. طيب اليوم شنو نقدر نقول للتجار اللي مثلا يغلون بالنسبه للاسعار؟ انتم نفس اسعار طول نفس اسعارنا الحمد لله بالشكل. زين اقلاص العصير الزبيب ايش قد سعره عندكم؟ ربع. والتمر هندي؟ كله على ربع. كله على ربع كلش حلو. زين طيب بالنسبه للتجار اللي قاعدين يصعدون بالاسعار مو كلهم لكن البعض منهم، شو توجه لهم رساله عبر شاشه القناه الموصليه الفضائيه؟ والله شو اوجه لهم رساله بس هلا هلا بالعالم. خلوا الله بصدركم لا اكثر ولا اقل. شكرا جزيلا لك وشرفنا فيك. على راسي اللي يشرف. رمضان كريم مبارك. علينا وعليكم ان شاء الله. شراب التمر الهندي من المشروبات الشعبية والتقليدية التي تلقى رواجاً كبيراً بين أهالي الموصل خاصة خلال شهر رمضان المبارك، ويباع عصير التمر الهندي في جميع المحلات التجارية ولكن البعض يفضل شرائه من محلات متخصصة في صناعته للاستمتاع بطعم رائع والحقيقي، حيث تختلف طريقة عمله من مكان لآخر، ومن أبرز المحلات التي برعت في صناعته وتلت إقبالا كبيرا من المواطنين محل شربة الإخلاص، لنتعرف على أسرار صناعته وتاريخه من خلال الفقرة التالية. و
والتقي مع صاحب محل شربة الإخلاص أبو مؤمن. رمضان كريم عليك وعلينا وعلى جميع المشاهدين. الله يعين وعليكم إن شاء الله عادة وعين وعليكم بخير والأمان إن شاء الله. إن شاء الله. أبو مؤمن يعني شلون بديتوا بهذا العمل وش وقت كان تاريخ تأسيس هذا المحل شربة الإخلاص؟ نعم والله نعم والدي الحاج عبد الله يرحمه متوفي أول عام 10 رايين. فممكن نحن صغار تعلمنا بينا شوية شوية فيها وطورنا واشتهرنا من 75 ومش بالثمانينات وشيء عن شيء بدنا نشتهر والطعم لذيذ. يعني السنة اللي فتحتوا فيها هذا المحل الفرع الأصلي يعني هو هذا المكان الأصلي؟ نعم نعم. كان يعني يا سنة كان بدايتكم خلينا نقول 1975 كان عمي 6 سنين يعني أبويا كان يجي طفل صغير أجي على المحلين وكبرنا الحمد لله وكان زين. يعني شلون احنا حاليا في شهر رمضان الكريم نعم. وتعرف رمضان الخير والبركه ان شاء الله على الجميع. امين امين يا رب. شلون تشوفون اقبال المواطنين الموصلين اليوم والله شراء الزكير وغيرها من العصائر الموجوده؟ نعم ترى في رمضان الصايم يشتهي شربة الزبيب السوس التمر الهند البرتقال والحمد لله انت يعني شفتوا الزحام اللي صاير برا اكيد هذا ليه دليل على ان شربتنا ما يعلى عليه الطعام واللذة. يعني حقيقة اكو اقبال كلش قوي لشراء الزبيب من محلكم فاني اقول شنو السر بهذا الاقبال الشديد من قبل المواطنين والناس وخاصة في شهر رمضان؟ يعني اكثر شيء الاقبال يكون بمحلكم، هل عندكم سر معين؟ نعم نعم. اول شيء التعامل مع الناس، الكلمة الطيبة صدقة، الطعم، اللذة، النظافة، الشهرة، المواد الأصلية. يعني أنتوا عندكم يعني يضيفون نكهات معينة خاصة بكم، يعني خلينا نقول شلون نقول لمسات معينة نعم. من عندكم من هذا الشربة شربة زبيب فيطلع مختلف عن بقية المحلات الثانية فالإقبال يصير أقوى. نعم هسه أي واحد بسوي شبيه شربة زبيب خلاص يجذبوا لك الكاميرا خلاص يشبيه نوعية يقول لا أنا ما خلاص ليش؟ الطعم، المواد، النعناع، الزبيب، هاي كلها مواد. أبو مؤمن يعني طبعاً شربة الزبيب وأي شربة ثانية يمر بمراحل صناعية معينة حتى يوصل للشكل النهائي وبطعم الطعم يعني مثل ما فشنو هي المراحل اللي تمر بها؟ بس قبل المراحل من وين يجيبون هاي المواد الزبيب مثلاً؟ نعم اول شيء النعناع نجيبه يعني من داخل الموصل ولا من مناطق ثانيه؟ لا لا مش من كردستان. من كردستان نعم. النعناع نجيبه من جبل عقرب. من عقرب نعم. يعني وما اي نعناع يصير النعناع من العقرب نعم. الزبيب من الشمال من خوشناو منطقه اسمها خوشناو هاي خاصه بزراعه العنب وشقيشين والعنب اجيب من هناك ويشتغل المواد. زين النعناع هم بانواع معينه لو لا. عادي اي نوع لا. من النعناع؟ قلت لك ثاني مع خلاص مع عقرب هسه يجيبون النعناع من غير منطقه يختلف الطعم يصير بنوغه او مراره صحيح نعم. زين شنو هي المراحل اللي ممكن تمر بها هذا العصير اللي يعتمدون عليه المواطنين خاصه في الشهر الفضيل شربه الزبيب يمر بمراحل معينه؟ نعم. الخطوه الاولى خلينا نقول المرحله الاولى اللي تمر بها عصير الزبيب ممكن شويه تشرح لنا على المراحل؟ راح نروح المحل العمل ونشوفه. ماشي تفضل. اول شيء احنا نجيب الزبيب نظفه من الاتربه من الشوائب حلو. من الاوساخ يعني العمليه الاولى هي تنظيف الزبيب الزبيب وكذلك النعناع يتنظف الزبيب نعم. يتنظف من الشوائب وينقع 4-5 ساعات على مود ايش؟ على مود دين على الزبيب حتى من حول الماكينه يصير سهل ما صعب. هو هذا الجهاز هذا الماكينه نعم. اللي تطحن بها الزبيب نعم. بعد ذلك بعدها ينقع بالماء بالبرامي كبار يعني بعد ما بالماكينه بالماكينه على البرميل ايه ويا الثلج والنعناع ليه صبح هاي يعني هي الماده هنا نقول عليها فا المركزه المركز نعم عاد كل شيء مسوي ما في يعني شيء. هاي المرحله الاولى لازم 2 ساعه دقيقه شيء يتخمر 2 ساعات ايه وبعد هاي العمليه بعد العمليه يصفى بالشيء اللي يسموه شال بالكيس الكيس ايه؟ وبعدها شو بعد احنا نضيف له مواد خاصه بينا هل تعرف يعني مواد حافظه خاصه بينا نعم مواد حافظه بس ما لها اي تاثير على المواد نهائيا مواد فرنسيه نهائيا حلو زين
وبالنسبه لل يعني الظل على هذا اللون القهوائي المركز لو يعني بهذا اللون عادي؟ لا لو تحطوا له لون ما قبل بالموصل هذا اللون لازم نضيف له اصبع احنا صابون فرنسي صحي صحي زين ما تقدرون تبيعون العصير الزبيب هيك يعني بهذا اللون بهذا اللون وبهذا بدون اضافه هاي الماده؟ ما حد يشربه نهائيا ما يشرب لان هو لونه ما شهي ما مثل يعني مثلا اذا مواطنين يقول لك يعني ناس يعني يجون يشترون هذا العصير عصير الزبيب يقول لك انا اريده مركز اريد استفاد يعني الطيف شيء شيء اللي يعني عادي إيه الطيف بس يمكن يكون اغلى بالتاكيد اغلى اغلى طبعا قد الاقلاص اذا مركز اذا مركز بريد نادي او ألف دينار والعادي 500 زين وبعد هاي المراحل شنو بعد يصفى ونضيف مواد إضافية شكر وبعد ما يعني يكمل لك اياها زين ايه اكيد وطبعا شكر ومي اكيد 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 زين شو تشوفون اقبال المواطنين بشهر رمضان خاصه في هذا الشهر الفضيل اكو اقبال كبير والله الحمد لله احنا مشهورين بالموسم تعرفين انت واقبال ما شاء الله يعني حيل مليح اليوم صحيح وتعرفين هذا موسمنا فاحنا نتحضر قبل بشهر شهرين نتحضر مواد زبيب نعناع مواد يعني ما تعب بها علاقات الحمد لله اقبال كل زين زين ابو مؤمن خلال يعني من خلال حديثنا على شربة الزبيب ونشوف انه اقبال كبير في شهر رمضان خصوصا ويعني طبعا بالفترات المختلفه لكن بشهر رمضان يصير اقبال قوي على هذا الشربت. هل هذا شربة الزبيب له مكانه قويه في عند الموصليين؟ نعم اهل الموصل بالنسبه للفطور سيد المائده هو شربة الزبيب. فاكو بعض العواقل والله اللي الزبيب ما شوف الله اللي فطوري ما طيب فطوري قبل لي يقول والله الزبيب ما مش على المائده سيد المائده شربة الزبيب شنو اللي قلت لي المرات يكون شربة الزبيب مو طيب ليش يعني شنو السبب؟ اكيد المواد والنفس اللي يشتغلوا صاحبه اي نفس يعني مثلا محل خلينا نقول شربة الاخلاص يختلف عن محل الفلاني اكيد لانه هم طريقتهم غير وانتم طريقتكم ولمساتكم أيه. وطريقه العمل ملتزمين باشياء معينه صحيح نعم فالطريقه هي تطلع بالنتيجه العصير الى نكهه طيبه طبعا لازم اكيد زين شنو شنو يعني ليش الذوق يختلف بين يعني شلون اقول لك من محل لمحل يعني ناس تقول لك اكو ناس تروح على فلان اكو ناس تروح على خلاص اكو ناس تروح على غير ماشي السبب بهذا اكو عالم يشرب تفاوت بالاذواق نعم طبيعي اكو عالم يشرب يحبوا حلو زايد حلو فلان محل اكو طبيعي فلان محل البرتقال فلان طيب فلان خفيف وهكذا شنو يعني اكثر العصائر يصير طلب عليها خاصه بشهر رمضان الزبيب لو البرتقال لو الليمون لو الزبيب سيد المائده قلت لك انا اول شيء سيد المائده وراء قمر الدين البرتقال الليمون زين السوس نعم زين زين ليش نعتبر عصير الزبيب يعني شلون نقول الشيء الرئيسي على مائده الافطار بشهر رمضان ماشي. اكيد اكو اسباب معينه ماشي. فاريد نتعرف على هاي الاسباب اهل الموصل بطبيعتهم على الفطور لازم يسوي صحيح يعني 90% يشوون يعني قصدك اول يوم من الفطور يمكن يوم يوم يقلك يحبون يسوي فما عاد يسوي ايش يحبون الزبيب لازم خاصه مع كبار فانت تتذذى للكبار الزبيب شنو الزبيب يمكن ايضا هم هو شربة الزبيب يعني يساعد الصايم لان الصايم بطبيعته يكون يعني يتعرض للعطش الشديد لانه يعطش والحراره قويه وحراره الجو بالضبط اي وحراره الجو نعم فايضا هذا مثلا يعوض النقص مثلا انه اذا الصايم نعم. يكون عطشان وكذا فهو من بالفطور يشرب شربة الزبيب يساعد انه ما يعطش الزبيب يعمل على ترطيب المريء والمعده نعم بالضبط ويزيد السكريات بالدم تعرفين الصايم يحتاج سكريات انها كنت يفقدها فاذا شرب الزبيب بالليل راح يعوض عن السكريات اللي يفقدها بالنهار. زين شلون اليوم نشوف الحركه التجاريه بالمنطقه بالسوق في مدينه الموصل شوفها هي اكو حركه قويه اقبال من اقبال المواطنين على شراء التبضل على شراء انواع العصائر مواد غذائيه مواد اوليه لو تشوف حركه والله الحركه زينه الحمد لله احسن من كل سنه يعني سنه بعد سنه يزيد حركه
امان الحمد لله وخير الحمد لله شو زين. بالنسبه احنا حكينا على الاسعار هسه بس الاسعار بهذا الشهر زين. انتم بس عندكم زبيب تسوون برتقال ليمون برتقال ليمون زبيب. طيب هم اكو اقبال على هذه العصائر لو أكيد. أكيد أكيد بس أكثر شيء زبيب وراء برتقال وراء ليمون. الزبيب وشراب التمر الهندي ما يحتاجه جسم الصائم لتعوض السوائل التي فقدها الجسم أثناء الصيام، وفضلا عن فوائدها في الوقاية من الأمراض المختلفة وكونها مصدر الفيتامينات والمعادن الغذائية والسكريات التي يحتاج إليها جسم الإنسان، فإنها تسهم أيضا في ترطيب المعدة وتأهيلها لاستيعاب الطعام الذي سيتناوله الصائم بعد الإفطار، فضلاً عن العديد من الفوائد الأخرى على غرار توفرها على نسب هائلة من الفيتامينات والمعادن الغذائية المفيدة للحفاظ على الصحة، إضافة إلى تزويد الجسم بالمواد المضادة للأكسدة والوقاية من السرطان، كما أن تناول شربة زبيب وشراب التمر الهندي وغيره من العناصر الطبيعية على الإفطار يمد الجسم بفيتامين سي الذي يعمل على الحفاظ على الجهاز العصبي وتنظيف الجسم من السموم المتراكمة. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الناس في رمضان. إلى اللقاء.